سيداتي آنساتي وسادتي، المعش ممتاز، علاقتكم متوترة، علاقة لكم سابابا، بغيتو تجربو، بغيتو تأكلو من اللي نتوما معاه. مرحبا، عيطوا 05 30 300 300، 05 30 300 300، ونعيطوا معكم. مرحبا، زين شخبارك؟ جربوا ماشي بخير؟ سلام مومو، صافا مزيان. جد جد الصوت هذا شاتجي، مالك لاباس؟ بغيت نجرب. غرقوا لك الباطويات؟ ربوا لك العمارات؟ لا، غادي نديروا بالشومتاز كلشي يدوز بخير. نعيطوا لهشام نجربوا، يعزك انت ان شاء الله كلشي يكون بخير. انت عام وانت كتعرفي هشام؟ عام دابا، وانا كنا تقريبا 10 شهور. 10 شهور وهادي 3 شهور باش تبدل عليك. انتم بجوج ساكنين في نفس المدينه؟ نفس المدينه. وما كنتلاقاوش، كنقول ليه نتلاقاو، تيقول لي لا انا عندي الخدمه حقا انا مشغول. كنعيط له في التليفون ما تيجاوبش، كنصيفط له ميساج ما تيجاوبش. هادشي مؤخرا، المهم في الاول فاش تلاقيت معاه قال لي انا مجوج ومطلق. اييه صارحني وقال لي انا كنت مجوج ببنت خالتي وطلقت منها، وهي دابا مشات لبرا. وراه ما بقى يعني ما بقاش ترجع وداك الشيء. المهم من دوزت معاه واحد 3 شهور قال لي زينب انا عندي واحد المشكل. قلت له شنو المشكل؟ قال لي حقا انا يا عرفت عندي ولد. قلت له كيفاش عندك ولد؟ قلت انت يا مطلق والمراه ماشيه لبرا وهذا. قال لي راه هي فاش مشات حامله وما قالوا هي. واو. دابا عاد رجعت بالولد عنده عامين. مهم قال لي هو كان يعني هي كانت مطلق. مطلق شو واش مطلق ولا مفارق؟ هذا الشيء اللي بغيت نعرف انايا، حيت هو دابا قال لي احقا انايا درت لا دي ان للولد ولقيته ولدي. ومهم قال لي انا ايضا مشاكل. وقلت له هشام بغيت نسولك واحد السؤال، جاوبني بصراحه. قال لي سولي. قلت له واش نتايا مازال كتبغي مراتك؟ قال لي لا انا ما كنبغيهاش. قلت له رجع السؤال هذا. تا هو سولتي ديال المسلسلات يعني انا جالسين يعني اون فاس مع البحر في تماره نجوم بجوج مقابي مع البحر، واحد لقيت هضرتي عنده قلت ليه هشام؟ قال لك نعم صارحني هشام. واش باقي انت كتحب المراه اللي كنت مزوج بها؟ غادي يقول لك اياه، غادي يقول لك معلوم غادي. المهم دابا انت حسيتي فهادشي كان ما بين انه قال لك انا طلق انا بفارق مع المراه اللي كان معاها، بانه مشات لبرا مشات للخارج وبنا رجعت عاوتاني. حسيتي من هادشي كامل ماشي فري؟ حسيت كاينه شي حاجه وماشي شي حاجه ما مفهوماش. لحقاش دابا تيقول لي راه داعياني. المهم الله يصبر الله يصبر صافي براك صافي صافي الله يسهل صافي براك صافي الله يسهل عليهم. نبقاو سطري معاك انت، نبقاو سطري معاك انت ومعايا هشام صافي الله يصوب ليه الله يفك له حيل. كاين شي حاجه اخرى اللي مبرصتك؟ قلت له علاش ما كتجاوبنيش في التليفون؟ علاش ما تهضرش معايا دائما؟ قال لي غير الظروف غير المشاكل عطريني، وانا غير المشاكل اللي عندي هما اللي مبرصتي لي راسي وهكا. قلت له المهم عيطت له واحد النهار وهضرت معاه وقلت له انا هاد الحلقه مابقاتش عجباني لحقات انت ما تسولش فيا ما تعيطش ليا. قال لي لا غير المشاكل ديال الخدمه وانت عارفه المشاكل اللي عندي ديال الدار، زعما خصك تعذريني وهكا. وانا هادشي ما واخا لا واخا زين مابقاش مفهوم ليا. راكي دويخو بزاف تلفون بزاف مومو. واهم حاجه فهادشي كامل ما قلتيهاش هي، وانا كنت زوطة. انا بغيت غير نعرف راسي من رجليا، ما نبقاش بحال هكا. وعادي تيقول لك قطعها برا تبرا، قطعها برا تبرا. هذه درتيها ديال ديك الكليسه ديال قبيله مع اون فاس مع البحر. قول لي يا حبيبي هشام نعم زين قول لي شنو كاين، حيت انا خصني نقطعها برا تبرا. واخا لا حنا دابا غادي نعيطو نجربو هشام. 3 شروط مهمة جدا في المشمون تيست زينب. المشمون تيست هو التيست، يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف، يقدر يعزك انت ما يعزكش انت، لا ما يعزكش انت غير بلاتي احسن. وحتى اللي خصك لابد لابد ما تهضري معاه في الاخر باش ما كان. واخا زينب صافي يكون خير. نعيطو الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اش اخبارك سيدي لاباس عليك؟ لاباس الله يبارك فيك. الحمد لله، نقدم لك راسي. مرحبا.
معك فاتي من شركة ورود المغرب. احنا واحد الشركة مختصين في بيع الورود, وفي اطار تعريف بالمنتوج ديالنا درنا واحد القرعة صغيرة. ومبروك عليك اسيدي, كنت ما بين الناس المحظوظين اللي ربحوا معنا مشموم ديال الورد. شوف هذا بخالي على الفلوس ديروا الورود ولا كيفاش؟ اييه اسيدي, حنا اللي كنفرقوا الورد شخصيا. احنا بغينا فلوس, احنا كنفرقوا الورد ولكن فابور ما غادي تخلص والو, ما تخافش. وانا باغي فلوس, باغي شي شركة يتعيط لي بحال هكا. مرحبا سيدي. فلوس قول لي راك ربحتي معانا فلوس, طونوبيل, بارطمان, معيطي لي الورد. الورد ما خدامش ليا انا الورد, ولكن يقدر يخدم الحبيبه ديالك ولا خاطر. انا ما عنديش حبيبتي غير امي. والله يخلي لك الوالده ديالك وكاع لي كادو ديال العالم كاملين تستاهلهم الوالده. دابا باش ما تعطليش هاد الورد غير نهدي للوالده عندك. الوالده ديالك سيدي تستاهل كل خير, ولكن هذه هديه رومانسيه. الا كنتي مصاحبه دابا واش غتهدي لامي ولا غتفرضي عليا التليفون غنهدي؟ لا سيدي ما غنفرضش عليك. معلم واعر واعر هشام, واعر هشام شخبارك؟ الله يحفظك. معك مومو بخير؟ مرحبا سي مومو. صحة لاباس الحمد لله وانت بخير بارك الله فيك حبيبي. شوف راه ما كاين لا ورد لا فلوس لا والو. الله يحفظك شكرا بارك. شكون كل قرينا هذيك الشركه اللي كتعيط كتفرق فلوس كرا حبسنا الراديو شحال هذه. ويا خويا مومو والله الا شوف الله يحفظك كنتبع البرامج ديالك. الله يحفظك اخويا. راك معنا في المشموم تيست سيدي. كاين واحد السيده اللي معيطانا هي اللي بغاتنا نجربوك. واش انت وفي واش انت كتفكر فيها؟ واش انت كتحبها؟ واش انت كتبغيها؟ شكون اللي معيط لك باش تجربك هشام؟ شوف انا ما كنعرف حتى واحد, انا ما كنعرف على الوالده. الله يخليك حبيبي. الله يخليك اخويا يعطيك الصحه وطول عمرك اخويا. ندوز لك اللي معيط لك هضري معاه. زينب. الو وي مومو. رقطع. اه سمعت من قطع. سمعتي واخا. ما رايك في هذا؟ واش بغيتي نعاود نعيطوا لها عاوتاني؟ عيطوا لها عاوتاني. تهضري معاه. إلا جاوب كنظن ما يجاوبش. ما غاديش يجاوب, ما غاديش يجاوب. مومو فهمتي عرفتي صافي؟ عرفت كل شيء. واخا هذاك الشيء كنت يعني غير ما متأكدتش, يعني كنت داك الشيء كان باين ولكن كان خاصني نتأكد. واخا واخا لالا تبغينا نهضروا معاك زين؟ تأكد. مرحبا يا عيد, مرحبا الراس العين مستمعين مستمعات الى تقدروا تكتبوا تقولوا لزينب 05 30 300 300 05 30 300 300.